أكيد هلأ محطتنا إيطاليا يا فرح رح نجول فيها بين أحضان الطبيعة ونتعرف على خيرات الأرض وأهم الأعشاب يلي بتساعدنا على التخلص من آلام المفاصل والظهر، مع الدكتور شادي خطيب رئيس الجمعية السورية للطب التكميلي. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك دكتور. يسعد صباح. يعني مثل ما حكينا بالمقدمة إنه موضوعنا اليوم عن جد جدا مهم، بهم كثير من الأشخاص، السيدات كبار السن وكثير من الأشخاص، الروماتيزم وجع المفاصل. خبرنا أول شيء عن هذا المرض وشو هي الأعشاب يلي بتساهم بالوقاية أو حتى العلاج. حقيقة آلام المفاصل هي يعني حالة الحقيقة في كثير من الناس بتعاني منها، وقد تكون يعني هي حالة مؤقتة نتيجة رض أو إصابة معينة ميكانيكية لا تترافق بإنتان وإنما فقط التهاب، وفي أحيان أخرى ممكن يتطور الموضوع ويكون مزمن ويكون مترافق مع حالة إنتانية. بكل الأحوال عادة المصابين بمشاكل الروماتيزم يستخدمون العديد من الأدوية ولفترات طويلة، لذلك البحث في الطبيعة عن مستحضرات تؤازر العلاج سواء باستخدامها داخليا عن طريق الفم او بتطبيقها موضعيا عن يعني على المكان الاصابه امر مهم جدا، وهذا يعني من الاشياء اللي فعلا النباتات الطبيه اثبتت كفاءه كبيره في دعم علاج الروماتيزم والام المفاصل. خلينا اول نعرف شو هي المشكله اللي عاده يعاني منها من يصاب بهذه يعني المرض بهذا المرض. نحن اليوم عم نحكي عن مرات بيكون في عندي ألم مزعج، وزمة، احمرار بالمكان وصعوبة في الحركة. عادة يعني في هذه الحالات يستخدم ما نسميه مضادات الالتهاب غير الستيرويدية، أي المركبات غير الكورتيزونية من مشتقات الإيبوبروفين والديكلوفيناك وغيرها من هذه المركبات، واللي عادة يعني استخدامه ممكن يكون فموي أو تطبيق موضعي من خلال بعض المراهم والجلات. هون نجي نحن على الطبيعة لنشوف أنه في كثير من النباتات الحقيقة تؤازر وبشكل كبير من خلال التطبيق الموضعي، واليوم عالميا صار مستخدمة، سواء عندنا ما نسميه مستحضرات المنتول اللي هي يكون مبردة ممكن تحضيرها بشكل سبراي أو تطبيقها موضعيا اللي هي مشتقة من ما نسميه نبات النعنع. اكيد دكتور كثير من الاعشاب الطبيعيه عم تحاول يعني او عم تساعد بشفاء المرضى، بس دائما نحن هاي الوصفات الطبيه الشعبيه هي منتشره، مثلا انت بتقول مثلا لجارتك انا مرضان بتقول لك مثلا خلوط الحلبه مع الحليب وحطها مثلا على الظهر لانه هي بتشفي، او الخردل مع زيت الزيتون كمان هيك، شو رايك بهدول الوصفات اللي يعني منتشره وهي يعني من زمان لهلا ممتده، شو رايك فيهم؟ خلينا نحكي عن آلام الظهر والأعشاب المفيدة لآلام الظهر. هلا مثل ما قلت لكم أنه نحن اليوم الثقافة الشعبية هي ثقافة موروثة تمام ومجربة، وفي كثير يعني فعالية في بعض منتجاتها وفي مستحضرات أخرى عم بيكون لها آثار جانبية. اليوم الخردل ومشتقاته تمام من مركبات أخرى اللي هي تساعد على عملية تخفيف الألم تمام، هي نحن بنسميها تخفيف الألم عن طريق مركبات الحارة، من الكافور وزيت الزيتون الدافي مع زيت زيتون حامل، هو يعتبر فقط حامل، المركب الفعال الخردل. هو الخردل، يعني هي الخردل وصفة صح دكتور، يعني الخردل مع زيت من الزيتون ناحية الاستخدام لألام الظهر قد تكون صح لها فائدة، ولكن تمام ممكن تسبب التحسس عند البعض، تحضيرها بمقادير محددة باعتبار الخردل مهيج للبشرة تمام، وبالتالي تحضر صيدلانيا بالصيدلية في لصاقات من نبات الشطة تمام، يعني اللصاقات للظهر، هاي اللصاقات تحتوي على نفس المركب الفعال الذي يساعد على تخفيف الألم تمام بتطبيقه موضعيا من خلال اللصاقات توضع على الظهر. تطبيقها شعبيا في كثير شغلات، في يستخدم مثلا القبار، جزر القبار يستخدم، يوضع لبخات على مكان الإصابة كمان بيعطي نتائج مهمة تمام. نرجع بنقول نحن الثقافة الشعبية هي ثقافة موروثة ومستخدمة وفي نتائج، ولكن المشكلة بالجرعات وطريقة الاستخدام وحتى المدة مثلا المدة لازم كيفية الاستخدام مدة معينة. برجع بقول شيء مهم جدا، هناك نوعين من المعالجة، مبردة تمام اللي هي بالمنتول اللي هو من النعنع تمام، وحارة اللي هي بالكافور أو الكابسيكوم اللي هو الشطة أو الخردل أو هذه المركبات اللي نحن بنميز بين الاثنين حسب نوع الإصابة نعم. إذا نحن في عنا وفي أو يعني إصابة حارة كانت لازم نحن نبردها ونخفف الإصابة لما بيكون في عنا مشكلة عضلية أو مشكلة مترافقة مع إصابة عصبية، فمنخفف شوي الإصابة من خلال تبريدها،
باستخدام النعنع أو المنتول المشتق من النعنع. أما إذا كانت الإصابة هي مديدة وفي عنا دائما حس بألم مفصلي ونحن ننتبه على شيء، دائما اتصال عظم مع عظم لازم يكون في عنا غضروف، هذا الغضروف لما يتآكل أو ينصاب بأي مشكلة بصير في عنا صعوبة في الحركة، وكثير من الأشخاص بيعانوا من مشكلة أثناء صعود الدرج، أثناء المشي، أثناء الصلاة، بيكون في عندهم مشكلة، هذا الاحتكاك يؤدي إلى ألم شديد جدا. أكيد. استخدام هذه المركبات خارجيا، نرجع بنقول تطبيقها بشكل موضعي يؤدي إلى تخفيف الألم، في منها كريمات بالصيدليات وممكن بالبيت نحن نحضر هاي المستحضرات. داخليا عندنا نبات القريس، نبات القريس يعتبر من النباتات المهمة جدا، الحقيقة هي لها دور من خلال وجود مركبات الفيتوستيرولات اللي هي مركبات قوية جدا كمضادات التهاب. نحن بنخفف الحالة الالتهابية اللي هي التوزم، بدنا نساعد بمؤازرة ترميم المفصل. مين بيرمم المفصل؟ عندنا مركبات الجلوكوز أمين، سواء اللي موجودة بشكل صيدلاني في الصيدليات أو اللي ممكن نحن موجودة في بعض المأكولات اللي هي مثل المآدم بيسموها أو اللي هي المركبات اللي تؤخذ من الأجزاء من الخروف وتحتوي على هذا النوع من يعني المركبات اللي هي مركبات بنسميها سكرية أمينية، بتساعد بترميم هذه الغضاريف، أو حتى موجودة ببعض المركبات المأكولات البحرية اللي فعلا مثل الكاليماري مثلا موجود هذا المركب بكثرة، فممكن الاستفادة منه في ترميم الغضاريف. اليوم صار في كثير ناس استخدمه كمتمم غذائي اللي هو مركب جلوكوز أمين مع مركبات أخرى لدعم معالجة ترميم هذا يعني الاتصال ما بين العظم والعظم. بالإضافة أنه نحن بحاجة ماسة أنه دائما نحن يكون في عنا مركبات تخفف الألم. على سبيل المثال بالطب الشعبي في عنا الصفصاف، أوراق الصفصاف يستخدم بشكل أوجز أو قشور الصفصاف، السمسم يساعد موضعي مثله مثل ما قالت عن زيت الزيتون بالبداية أنه كزيت حامل يستخدم بتطبيق حتى المركبات. الكتان دكتور، شو رأيك بالكتان كمان بيقولوا كمان على بقلب شاشة كل هذه المركبات الألم تحتوي على يعني نحن اليوم عم نحكي عن مركبات دسمة. هذه المركبات الدسمة تساعد موضعيا في سحب الألم من خلال إضافة مركبات أخرى حارة اللي هي مثل ما ذكرنا سواء كان الخردل أو الشطة أو الزنجبيل أو الكركم، كل هذه لها فائدة. كركم حتى داخليا له دور في تخفيف حالة التهابية للمفاصل وتخفيف، يعني إذن هنا ميزنا ما بين الحالة الالتهابية ومعالجة الحالة الالتهابية المرافقة وما بين الألم وتخفيف مظاهر الألم من خلال استخدام مسكنات الألم. دكتور، في ناحية كمان كثير من الأشخاص بيسألوا نحن كيف ممكن نحن نشعر بالنشاط بشكل أكثر من اللي نحن متعودين فيه، كيف نقدر نتحرك بسرعة وخفة من دون ما نحس يمكن لا بألام أو حتى نخفف شعور التعب شوي. تمام. هلا نحن في عنا نباتات سورية الحقيقة لها دور بهذا الموضوع مثل إكليل الجبل. إكليل الجبل من المركبات اللي ممكن نحن نستخدمها سواء لدوره باحتوائه على بعض الحموض العضوية مثل حمض القهوة مثلا الموجود فيه وبعض أنواع الحموض الفينولية الأخرى التي تساعد في سواء منشطة، منشط عام، مضاد للأكسدة، مضادة للالتهاب، فنحن ممكن نستفيد منه سواء بشربه بشكل مباشر أو أخذه كمسحوق أو وضعه مع المتة أو أي نوع من المشروبات الثانية، زهورات أو غيره، وهذا ممكن يكون من حقيقة من المركبات اللي نعتمد عليها كمنشط عام للجسم. اليوم هذا المركب يعتبر مركب فعلا مضاد للأكسدة مهم جدا وعلى المدى البعيد له تأثيرات مفيدة للجسم. بالإضافة إنه نحن في عند بعض السيدات مع ترافق انقطاع الطمس بصير في عنا مشاكل عظمية وبتزيد هالآلام كثير. من المركبات المفيدة جدا نحن عم نحكي عن الميرامية مهم جدا وفول الصويا. حقيقة فول الصويا عمليا يعتبر من المركبات المهمة على يعني مستوى العالم في تحضير أدوية تعوض الإستروجين الذي يتناقص عند السيدة عند تقدم العمر انقطاع الطمس، وهذا يعتبر من الفيتوستروجينات المركبات الطبيعية الهرمونية التي ليس لها تأثيرات جانبية والتي ممكن أن تستخدم لتخفيف هذه الأعراض اللي غالبا ما بتأثر بشكل سلبي على السيدات وخاصة مع ترافقها بمشاكل نقص كالسيوم وفيتامين دال. لذلك نحن بحاجة أيضا للدعم بمركبات تحتوي على الكالسيوم سواء طبيعية أو كمتممات غذائية أو داعمات يعني ضمن مستحضرات معينة، بالإضافة إلى التعرض لأشعة الشمس يوميا ضمن فترة معينة لتثبيت الكالسيوم على العظم و
المساعدة في تعويض الحاجة من فيتامين د يوميا. أكيد دكتور، خلينا نحكي عن الشاي الأخضر. كثير من السيدات عم يستخدموه سواء بدها تعمل دايت أو ويلي بدها كمان تنزل بوزنها، واللي بدها كمان شو اسمه بيريح المسكن، يعتبر كمان الشاي الاخضر تمام. اذا اخذت من مثلا من 4 أكواب ل6 أكواب يوميا. شو رايك بهالكلام؟ خلينا نحكي عن الاخطاء الشائعه. مثل ما انت دكتور بتسمع كثير من الاخطاء الشائعه من الوصفات الطبيه اللي عم يتداولوها العالم بين بعضهم، خلينا نسلط الضوء عليهم. هي سؤال مهم جدا. نحن اليوم زياده الوزن ما هي علاقتها بالم مفاصل؟ تمام، زياده الوزن هي عامل سلبي جدا على المفصل. نحن اليوم كل كيلوغرام زياده القسم العلوي من الجسم بيضغط بمقدار 2.5 كيلو جرام على كل مفصل من مفاصل القدمين، لذلك بيصير في عنا مشكلة بعملية نقل الحركة، بيصير في عنا فعلاً بيصير في عنا مشكلة مع زيادة الوزن على المفاصل، وبلش تظهر عنا آلام مفصلية مزعجة. ولازم لكل شخص عم بيعاني من آلام مفاصل وعنده زيادة بالوزن إنه يبدأ بتدبير زيادة الوزن. طرحتي مثال أنت موضوع الشاي الأخضر. اليوم الشاي الأخضر يعتبر مركبات أيضاً مضادة للأكسدة، والتي تحتوي على حمود ومركبات فينولية متعددة. هذه المركبات لها دور واضح في يعني تحوير المسار الاستقلابي للدهون والمساعدة في عدم الاستفادة منها والمساهمة في طرحها وتحويلها إلى طاقة، وهذه الطاقة ممكن الاستفادة منها بنشاط فيزيائي، ويعني ممكن مشاركتها مع حمود أمينية مثل الكارنيتين للحصول على فائدة أكبر. اليوم الشاي الأخضر يعتبر من المركبات اللي فعلا أدت دراسات، لانه نحن في عدد معين من خلينا نقول يعني دوز معين او جرعه معينه ممكن الاستفاده منها يوميا بدون مشاكل. عند تجاوز الجرعه قد يكون لنا مشاكل مع زياده كميه الكافيين الوارده الى الجسم، وبالتالي لازم ننتبه نحن، لانه خاصه الشاي الاخضر المركز يحتوي على كميه جيده من الكافيين، وبالتالي اهتمام بعدم زياده الاكواب. يعني 4 إلى 6 أكواب يعتبر رقم كبير شوي، نحن عم نحكي عن 2 إلى 3 أكواب يوميا هو الرقم المثالي اللي ممكن احنا نستفيد منه في عملية حرق وأكسدة الدهون. طيب في كمان مع الشاي الأخضر عم يضيفوا إلى الزنجبيل والقرفة، بس عم يخلطون يعني مع بعض، بيغلوهم مع بعض على الغاز وبيشربوهم. شو هي أضرارهم ولا ما في لهم أضرار؟ اليوم الزنجبيل ضمن كميات محددة ما في عنا مشكلة فيه، بالعكس هو مفيد لآلام مفاصل ويخففها بشكل جيد، هو والكركم من نفس الفصيلة. أما اليوم القرفة كمياتها لازم تكون بكميات محدودة، لأنه زيادة الكميات القرفة قد تؤثر سلبا على يعني بعض ده، ممكن تخفض السكر اعتبارية لدور في فعالية في خفض السكر. ولكن هذه الكوكتيلات خليني أقول من المركبات هي اللي عم تساهم حقيقة بخلق طعومات قد تكون محببة أكثر لاستخدامهم. نرجع نحكي نحن استخدام الجرعات الموصوفة طبعا. يعني ضمن 2 إلى 3 أكواب يوميا ما راح يكون في عنا مشكلة، ولكن زيادة الجرعات بهدف إنقاص الوزن ليس يعني بالأمر الحكيم، يجب الالتزام بالجرعات المحددة وصولا إلى الحصول على تخفيض الوزن. تخفيض الوزن إما بتخفيض الواردات الغذائية بشكل محدد، وخاصة الواردات الغذائية التي يمكن الاستفادة منها السكرية والدسمة والتركيز على البروتينات، هذا ممكن يساعدني بشكل إيجابي على تخفيض الوزن، أو زيادة كمية الأطراح اللي يعتمد على بعض النباتات مثل الختمية، خبيزة، الكتان. ونحن هون بنقول الكتان نحط تحته خطين، كثير مهم، هو يعتبر من النباتات الأهم في التنحيف والآمن في استخدامه. والكركم أيضا مهم جدا، بالإضافة إنه نحن في عنا دور بعملية تخفيض السكريات ممكن نستفيد منها من خلال استخدام بعض المركبات مثل البسيليوم اللي هو نبات يساعد في تخفيض كمية السكر الممكن الاستفادة منها. وأيضا يجب الاعتماد على الألياف مثل قشور الشعير، قشور الشوفان، لأنه نحن اليوم الألياف ما بنستفيد منها، بتمرق بجسم ترانزيت تنطرح، وبالتالي بتساعدني على توفير كمية اللازمة بدون ما يكون فيه فائدة بزيادة الوزن، وبالتالي منخفض من الآليات اللي ممكن تساعد على آلام مفاصل من خلال تخفيض الوزن يعني بشكل آمن وجيد. أكيد شيء ضروري دكتور. يعني دكتور سؤال سريع بختام فقرتنا اليوم، ألم المفاصل ما بتجي بشكل يمكن بعمر صغير، خلينا نقول بدها بالعكس يمكن طرق خاطئة أو وزن زائد مثل ما حكينا، بيقولوا أوقات نحمل شيء تقيل، لكن المعالجة كمان هل هي بتحتاج لفترة زمنية طويلة بدها صبر من المريض، أو لا فينا نحن نحدد الفترة الزمنية لحتى نعطي فعلا نتائج منيحة؟ عادة العلاج الكيميائي هو علاج مديد، لأنه المصاب بهذه الإصابة هو شخص فعلا يعاني بشكل دائم ومستمر من الألم، لذلك عادة بيعطوه مضادات التهاب غير كورتيزونية أو غير ستيرويدية مثل ما ذكرنا، مع خوفا من تأثيرها على المعدة بيعطوه مضادات للقرحة
او يعني ما نسميه مثبطات مضخه البروتون. فتره المعالجه طويله، لذلك نحن بحاجه للمؤازره بمركبات اخرى. اليوم كنصيحه يعني نختم فيها ما قدمناه، اولا اذا في وزن زائد لازم ندبره بشكل ايجابي، ونصحنا نحن باستخدام شاي الاخضر، الكتان، زنجبيل، من المركبات اللي ممكن تعطي نتائج مهمه. اذا في عندنا نحن حاله انتانيه لازم نستخدم صاد حيوي باشراف طبي. اذا عندنا حاله التهابيه فقط وهي حاله عارضه، فيجب ان نستخدم بعض المركبات الطبيعيه موضعيا مثل الخردل وغير المركبات، يفضل ان تؤخذ جاهزه من الصيدليات كلصاقات، بالاضافه الى استخدام بعض المركبات اللي نحن ذكرنا على سبيل المثال منها الكركم. الكركم مفيد، اكليل الجبل مفيد في تخفيف الحالة الالتهابية والتقليل من هذه المشاكل. بالإضافة إلى تطبيق موضعي لبعض المركبات مثل الشطة اللي فعلا مفيدة في سحب الألم وتخفيفه. ونحن نضرب مثال بسيط، كمية صغيرة من الفليفلة، ما يسمى الفليفلة أو الشطة، في زيت الزيتون، كمية صغيرة جدا طبعا، تمد على المكان المصاب زيت الزيتون بهذه الطريقة، فعلا يعطي نتيجة في تخفيف ألم المفصل أو ألم إذا في عنا حالة انقراض فقرات أو مشاكل ديسك أو فتق نواة لبية. كل هذا بيعطي حتى نتيجة موضعية. متواجد كمان بالصيدلية، موجود بشكل مستحضرات طبعا، موجود أكيد بشكل مستحضرات، بس عنا في حالة من رغبة بتحضيره في البيت. أكيد دكتور شادي، شكرا لوجودك معنا، شكرا على نصائحك القيمة دائما بتعطينا إياها ومعلومات رائعة، ودائما كل حلقة بتكون أنت موجود فيها بحاول طبق من الشيء اللي قلته بالبيت وكله عم بيستفيد منه. شكرا لك دكتور. شكرا لك دكتور، أكيد نحن عم نتمنى نستضيفك بحلقات جاية ومعلومات جديدة. شكرا.